قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة. أنواع مواهب موجودة، ولكن الروح واحد. هنا لفظ مواهب فعلا، كاريزما، اللي ناس تقول لك فلان عنده كاريزما، لكن انا بتكلم عن الطباع والشخصيه بتاعت الله تجاه المواقف. هي دي الكاريزما بتاعته، هي دي مواهب الروح القدس، موجوده لكن الروح واحد. لاحظ انه بيستخدم الاقاريم الثلاثه، وانواع خدم موجوده ولكن الرب هنا عائد على يسوع واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل، هنا الآب يعمل الكل في الكل. إيه الثلاث حاجات دولة؟ دولة خاصين أكتر بتعليم عن مواهب روح القدس، مش وقت أتكلم فيه، لكن الثلاثة دولة مواهب الخدم الأعمال، الثلاث حاجات دولة روح القدس بيشتغلهم بصورة فردية على كل واحد. كمان شق الخدمة إنسان دلوقتي، خليك في حياتك الشخصية دلوقتي. الروح القدس بيشتغل بالمواهب بتاعته، بيعطيك القطع بتاعته، يعطيك ذاته، هو فيك، فيجعلك تفهم المواقف الحياتية بصورة مختلفة، فيبتدي يشتغل. هي دي الكاريزما بتاعته، أو هي دي الصفات والشخصية بتاعته تجاه الحاجة دي. بمعنى لو الروح القدس تجسد هيعمل بالطريقة دي ناحية الحاجة دي، هيشتغل بالطريقه دي، او هيعلق التعليق ده. في حاجات ما تتعملش، في حاجات تعلق. رب يسوع علق تعليقات معينه على حاجات معينه، فالطبيعه بتاعته الشخصيه بتاعته. انسى فكره ان الله عطينا حتت سلف، وكان الروح القدس بيدينا حته هنا علشان عايز يساعدنا في الارض، ففي حته كده بس بيديها لك وهو محتفظ بالباقي لنفسه. يعني بتكلم عن أما الروحيات اللي هي في عدد واحد، جاي معناها القطع بتاعته، هو بيعطيك ذاته في الحتة دي. فالملء بالروح القدس هو الملء بطبيعته وشخصيته تجاه الموقف، تجاه الشيء، تجاه الحاجة دي. فرجع بعد كده بدأ يستلم ثلاث حاجات: مواهب، خدم، وبيستخدم أعمال. الثلاث حاجات دولة ببساطة هما وكأنه ما ينفعش نقول توزيع أدوار للآخر، هي تعتبر توزيع أدوار، لكن هي اتجاه الرب تجاه الكنيسة. لخصها في الجملة دي: اتجاه الرب تجاه الكنيسة، اللي بيدينا الطبيعة بتاعته اللي هيشرحهم بعد كده. فمسك المواهب، لكنه لكل واحد يعطى أظهار الروح للمنفعة، يوجد منفعة، يفيد الآخر، يفيد النفوس. أنا بتكلم ككنيسة، فطبيعي هينفع الآخرين، لكن كل دواء ينطبق عليك شخصيا. يعطى بالروح كلام حكمة، روح القدس يقدر يعطيك رسائل حكمة أو حكمة. اللفظ كلام أو في الشاهد، في الشواهد دي بعض الترجمات جايبها بصورة مش دقيقة، لكنه يعطيك الحكمة في الموقف، يعطيك الاستنارة في الموقف دوا. كذلك الحكمة هي أنك ترى قلب الموقف. أول ما تمتلي بمعرفة الله، يبتدي روح القدس يخليك تكتشف. بمعنى لو أنت واقف قصاد موقف عويص، تكتشف أن روح القدس ادالك قلب الموقف، تفهم كل الأطراف بتفكر إزاي، فتسود عن الموقف بالصورة دي. أن تعرف، هو ده اللي كان بيميز ربي يسوع، أن يعرف كيف تصرف في الموقف دوا ويجاوب الإجابة دي. هي دي الحكمة. تاني حاجة كلام علم. أنا عارف أنه عرف كتير قوي كلام علم هو كلام أمور حادثة، كلام الحكمة هي أمور مستقبلية، لكن رجل الله باسكريس بدأ يشرح لنا باستنارة قوية في الحتة دي. كلام علم أن تعرف،
في كل ما يخص حياتك، شغلك، دراستك، أن تعرف، أن تدرك الموقف ده وتتعامل فيه إزاي، أن تفهم. من كتر ما أنت بتبقى في الاستنارة دي، أنت وبتشرح لحد الحاجة أنت بتنوره، فيوصل إن هو بيفهم منك أكتر من أي حد تاني، إلى أن تصل مرحلة وأنت بتوصف لحد مسائل أو حاجات في الدراسة، هو يفهم منك أكتر من المدرس اللي هو أخذها اللي هو بيديها له. ليه؟ لأن في حاجة روحية، قطعة روحية خارجة منك، هي مواهب، هي ذات الروح القدس. عشان ما نقعدش نفتكر الروح القدس بتقطع، لا مش كده، لكن هو بيدي لك القطعة دي منه، بيديها لك كاملة، فلا تحيا في حياة جهل. والآخر إيمان بروح الواحد. ليه عمال يقول بالروح الواحد كل شوية؟ أي هو نفس الروح القدس اللي جواك. عشان كده من الخطأ أن تطلب المواهب في حياتك، لكن أن تكتشف دعوة الله على حياتك كخادم هي دي المطلوبة، هتلاقي المواهب ظهرت لوحدها. لكن بالنسبة لك بصفة فردية، كل المواهب دي بتظهر في حياتك اليومية، ده السبب أنا بتكلم عنها دلوقتي، بتظهر في حياتك اليومية، تلاقي نفسك عارف تعمل إيه، تصرف إزاي. أحد الأشخاص اللي بتلمزهم كان قبض المرتب بتاعه، الكلام ده من حوالي 13 سنة، كان قبض المرتب بتاعه خارج، وقف على طريق سريع خارج مصر، وهو واقف هو عمال يصلي بألسنة فين وفين لما عربية تقف له، فوقفت له عربية، فلقى نفسه جواه الصوت بيقول له لا ما تركبش. بعد كده ركب، بعد شوية وقف عربية تانية، بعد شوية الإشارة اللي جواه بتقول له اتحرك، اتحرك، وصل جاي كان بيودع الفلوس في البنك، فوجئ انه لسه حالا حصل سطو على البنك اللي كان هيدخل داخل عليه. لو كان ركب العربيه الاولى كان تعرض للسرقه، قد يكون تعرض للقتل. فكيف يعرف الشخص وهو في حته مش شايف تحت عينيه المشكله اللي هيواجهها؟ كيف يعرف ان يفتديها؟ كان ممكن يبقى هو احد الضحايا وينزف الاخبار عادي. ايه اللي ميز هذا الشخص عن باقيين؟ انه ماشي بالروح في الحته دي، بيتحرك بالروح، ينقذ من مشاكل، يعلم امور لا يعلمها الانسان بذهنه العادي. الاخر ايمان، الروح القدس يعطيك قدره ان ترى الامور الغير مرئيه. والاخر مواهب شفاء، اتكلم عن الشفاء الجسدي بالروح الواحد. والاخر اعمال قوات، اتكلم عن حاجه اعلى من مستوى الشفاء العادي. الشفاء العادي قد يحدث تدريجي وقد يحدث فوري، أما الأعمال القوات هي الشفاء الفوري، ويصاحبه قد تكون خلق العضو، حاجة ليست فقط عضو تدمر أو عضو باظ، بل خلق العضو. آخر نبوة، النبوة هو الكلام تحت المسحة، مش فقط التنبؤ بالمستقبليات. إذن هو تتكلم تحت المسحة، وإنت في الموقف تلاقي نفسك تتكلم تحت المسحة. إذن هو بيشفي جسدك ويصنع قوات في حياتك الشخصية. خد الأمور دي بصورة شخصية، مش بس شغل كنيسة، شغل خدمة بس. وهو نفسه يجعلك تتكلم تحت المسحة، روح القدس هو اللي يجعلك تتكلم تحت المسحة. تفاجأ وإنت بتتكلم في ناس اتغيرت، في ناس كلام فرق معها، مع انك انت مش شاعر بالحاجة وهي خارجة منك. ودوى عمق العلاقة مع روح القدس اللي ناس عكساها، انك لازم تحس بيها، ده انت هتوصل لمرحلة انك بتعمل ده بتلقائية، فيصير الامر سلس معك. وقد تجد حواليك ناس متضايقة انك انت ازاي مش حاسس بيها. وبعد كده والاخر تمييز الأرواح، تبتدي تشوف عالم الروح بصورة صح. مش شرط ترى أرواح شريرة، لكن تميز نشاط الأرواح الشريرة في الأماكن اللي تتحرك فيها، وتميز عمل الملائكة. وبالأغلب هو عمل الملائكة، لكنك يمكنك أنك تقدر تكتشف إيه اللي حاصل. قد يكون شخص بيتنرفز عليك في الشغل وأنت مش فاهم، بشريا تقدر تكون هتتعامل معاه بصورة بشرية عادية وترد عليه الإساءة بإساءة، لكن مين اللي يديلك القدرة أن ترى ما وراء هذا الشخص
هو إيدين الروح القدس، هو مواهب الروح القدس، هو شغل الروح القدس في حياتك. والآخر أنواع ألسنة، بتكلم عن الألسنة. والآخر ترجمة ألسنة. الألسنة في حد ذاتها موهبة رائعة، بسبب أنه علم عنها بصورة غلط فصارت منبوذة، لأني لازم يكون معها ترجمة. لماذا وضعت لوحدها كموهبة إلا إذا كانت مفيدة كموهبة في حد ذاتها؟ لكن ترجمة الألسنة هي لإفادة الكنيسة، أما الشخص بيستفيد لوحده. والآخر أنواع ألسنة، والآخر ترجمة ألسنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسمة لكل واحد مفرده كما يشاء، لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. هللويا. الروح القدس يريد أن تحيا مختلف عن العالم اللي حواليك. افتح معايا كلوسي 3. ليملك، عدد 15، وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. زي ما قلت قبل كده، انعكاس أو المقابل بتاع الآيات في أفسس في كلوسي، لأن الاثنين توأم، يطلق عليهم التوأم، هتلاقي مقابل الكلمة هنا أو مقابل التعليم في الحتة دي هنا. لكن مع كلوسي اتكلم معهم بمنطلق لتسكن فيكم كلمة المسيح، معنى كده بيتكلم في أفسس 5 عن الروح القدس لديهم، هنا في كلوسي كلمة الله. أن تمتلئ بالكلمة تجاه المواقف، تجاه الحياة، تفهم فكرة الله عن المال، تفهم فكرة الله عن إزاي تقود حياتك، إزاي تبقى قائد لحياتك، ده تعليم عن السلطان. أو ما تمتلئ بالفكر ده وأنت بتتشحن من الروح القدس. العكس في العالم، العالم بيملأك بأفكار كلها بشرية فاشلة، مليانة بتشكيكات وعدم إيمان، وأمانك فأن لا تثق في أحد، وأمانك أن لا تثق في إنسان، أمانك أن لا تثق في المقربين. والكتاب مش بيعلمنا إحنا نثق بصورة عمياء، لكن مش الحل أن تحيا التشكيك الاحتياطي. و أحسن ما أنك أنت تاخد مقلب وتاخد في الموقف دوا خداع، شك احتياطي، فالمتهم مذنب إلى أن تثبت براءته وليس العكس. وحياة مليانة بالرعب والخوف، لأنها مليانة بمبادئ العالم وليس بالكلمة. إيه عليك شخص مدمن شيء معين؟ أن يمتلئ بالكلمة. أحد الأشخاص كان بيسألني عن قد إيه أنه بدأ يجد أولاده بدأوا ينعزلوا عنه، وخايف لأنه عايش برا مصر، خايف من الروح الخارجية اللي هي بعد سن 16-17 الولد ياخد بيت ويأجر بيت أو أيا كان ويستقل عن الأسرة. فإيه الحل؟ إيه الحل عن أولاد بدأوا يبتعدوا؟ إيه الروح اللي في البيت ده؟ هل نكسرها؟ الإجابة لا، الموضوع مش محتاج صلاة عشان يتكسر، الموضوع يحتاج كأب وأم أن تتشحنوا بالكلمة. لأن علاقتك بالناس هي روحية أكتر من ما هي تكون جسدية، حتى أولادك. في كورنثوس 5 افتحها معايا. أنت كيف تمتلئ بروح القدس وأنت بتفهم المبادئ دي؟ ليه؟ لأن أنت عندك انطباع، أو البعض عنده انطباع أن الملء بروح القدس هو هيصة أو ألسنة فقط. الملء بروح القدس هو الملء بأفكار الروح القدس. وعدد 11، كورنثوس 5:11، فإذ نحن عالمون مخافة الرب
نقنع الناس. وأما الله فقد صرنا ظاهرين له، وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم يعني أرواحكم. إحنا معروفين لدى الله، طبيعي الله روح وبنتعامل معه روحيا. أما البشر أن نعرف لديهم، أن نعرف لديهم بأرواحهم ونعرفهم بأرواحنا وليس من الخارج. أن ترى قيمة الشخص وترى قلب الشخص اللي قدامك، لأنك تعلم كيف تمشي بالقلب الإلهي اللي هو الروح الإلهي. فإيه الإجابة في حالة حد بدأ ينعزل؟ كمثال قدامنا، أو حاجة بدأت تبوظ مش عارف تسيطر عليها، روحك تقدر تشدها. فالنشاط الروحي للأب والأم هو الحل، أن يشد الشخص دوا ويسحب الأولاد اللي بدأوا يبتعدوا. فبديت أشرح أن من عالم روح تقدر تعطي لبيتك وتملأ بيتك، تملأ عربيتك، تملأ كتاب يتكلم أن من ثمر فم الإنسان تشبع نفسه. معنى كده أن لدينا قدرة في عالم الروح أن احنا نملأ، إنجاز التعبير، تلاجاتنا. إذن في حاجة روحية في إيدينا، وإلى الكتاب يبالغ. حط نفسك في الوقفة دي، حط نفسك في المبدأ ده. من سنين كتير حطيت المبدأ ده، يا الكتاب يبالغ يا أما الكتاب يتكلم الحقيقة. إن كان الكتاب يعلم إنك تقدر تعملها بلسانك، إذن في قوة ما حدش قالنا عليها يمكنك أن تستخدمها. بروحك تقدر تشد الموضوع ده وتقدر تصلح الموضوع ده. فالحل إيه؟ الحل إني اشتعل روحيا. هيحصل شد ليه؟ البنت منجذبة، الولد منجذب للكنيسة أكتر من الأب والأم. ليه؟ ده كان سؤال الأب والأم. ليه؟ مع أن إحنا بنقدم لهم تعليم كتابي من سنين وعرفناهم حق كتابي، بس ليه هما وصلوا لحتة أنهم بدأوا ينعزلوا عننا؟ السبب أنكم ما استمرتوش تعطوهم من أرواحكم. المشاركة الخفيفة لا تكفي، التأمل البسيط لا يكفي، محتاجين تقعدوا وتلتفوا حوالين الكلمة وتعطوهم تعليم. إذا كنت عايز البيت بتاعك يتصلح، إذا كنت عايز الشغل بتاعك يتصلح، إذا كنت عايز الموظفين، وإذا كنت أنت مدير في الشغل، هتقولي إزاي أدي تعليم؟ مش بقولك تقعد تديهم تعليم، لكن مبادئ بتاعتك هي مبادئ تعليمية. وحينما تعلق على شيء علق بإيمانيتك. عشان كده أنت بتتكلم وتعطي. في بيحصل إيه في عالم روح؟ بتترتب الأمور صح، في شخص ينجذب ويتسحب. ليه؟ لأن العلاقة يبقى الشخص مش مميز، الولد أو البنت اللي انعزل مش مميز. لماذا يحدث هذا الانعزال؟ فهو ينجذب للأمور النفسية البشرية، العلاقات في الكنيسة، ويبتعد عن العلاقة الروحية اللي هي وقفت عن طريق إيقاف التعليم الكتابي ليهم. فحصل أني هم مش دارين هم عطشانين، فبيحاول يسدوا جوع عبر الخروجات والتواصل مع الأمور الاجتماعية. يا ليتها كانت تعليم كنسي هقول أوكي، لكن جاست الخروج، أنا عايز أتواجد مع الناس. يرجع بيته يقفل الأوضة على نفسه. ليه؟ لأن روحيا هو جعان ومجريان. فيحصل أن الشخص بيسعى إلى إشباع شيء ومش عارف هو جعان في إيه. فالحال أن هو روحيا ينشط فينجذب. ده اللي بيخلي لماذا بتجذب إليك النفوس الصح ولا تجذب النفوس الغلط؟ عن طريق ما يدور في ذهنك، ما يدور في قلبك، ما تمتلئ به هو ما أنت هتعمله في حياتك وتشده في حياتك وتسحبه في حياتك. تمساوس الأولى 6 شرحتها من فترة، أن ناس جابوا أنفسهم الوجع وناس جابوا أنفسهم الألم. في فرق بين ألم يأتي عليك من خارج، فرق أنك أنت اللي عملته نتيجة خناقة حصلة جواك، نتيجة مبادئ، فشديت الناس وشديت الأشخاص، شديت المشاكل دون أن تدري، وترجع تصلي عكسها وترجع تشدها تاني وانت مش عارف لماذا. لان لم يحدث تغيير داخلي في ذهنك. روحك جاهزه،
لكن أنت محتاج أنك تسير بحسب مبادئ الكلمة من روحك. وإحنا بنفهم المبادئ دي، أنت كده بتمتلئ بالروح القدس، هو من خلالك بيوصل للمواقف، من خلالك بيوصل للناس، من خلالك هو عايز أنت قلبك، أعطني قلبك. هو بيستلم القلب ده ويشتغل عبر الكلمة تجاه المواقف والأحداث والظروف. ليه في مرض ورا مرض ورا مرض؟ ليه؟ لأن يوجد مشاكل في ذهنك، يوجد مبادئ في ذهنك لم تحدث لها حلول، والحلول في الكلمة، مبادئ تتصلح وتستبدل. فالملء بروح القدس هو استبدال مبادئ العالم، مبادئ البشرية. مش لازم تكون خطايا، مش لازم تكون حاجات شريرة، لكن استبدال مبادئ العالم البشرية بمبادئ إلهية، فتمتلئ بمبادئ الروح القدس، فتصير واعي للروح القدس أكتر من وعيك للعيان اللي حاصل. خلينا نقف مع بعض نصلي، وإحنا بنصلي دلوقتي هنكون بنحط ده وضع التنفيذ. ابتدي قول له أنا بمشي معاك بقوة الروح القدس، أنا بمشي بفهم الروح القدس وليس بالفهم البشري. وانت بتصلي بألسنة انت تتكلم بأسرار، انت تتكلم بأسرار، أسرار الشيء اللي انت بتصلي من أجله. روح القدس عايزك تكون في المكان الصح وتعمل الحاجة الصح وتقول الحاجة الصح وتاخد القرار الصح وتصرف فلوسك بالطريقة الصح وتدير بيتك بطريقة صح، تدير شغلك بطريقة صح. بر الله هو الصح. فرحة الرب في حياتك هو أن تحيا في ملء الروح القدس وليس أن تمتلئ بالبشرية، بالمبادئ البشرية. الروح القدس يريد كل شيء في حياتك بالروح الواحد دوا، أن تنعم بشغله في حياتك، ينقلك لفرح، يجذب إليك الأمور الصح. زي ما الكتاب يقولها، تأتي عليك هذه البركات وتدركك، تبقى مطارد بالبركات وليس مطارد بالمشاكل والظروف السلبية. هذا لا يمنع أنها تحدث مشاكل، لكنك لديك القوي في داخلك، أنت ممتلئ بروح الله، بقلب الله، بذات الله. لا تستهين بالروح القدس. روح القدس هو اللي بيجعل الأرواح الشريرة لا يمكنها أن تمارس نشاطها ولا ألعيبها ولا الحيل بتاعتها. يمكنك أن تجمد هذه الأمور وتشل هذه الأمور السلبية في حياتك عن طريق إطلاق القوة الإلهية. وبولس بيقولها، أما من جهة الروحيات يوجد كلام كتير عن عالم الروح. بأي شيء تمتلئ؟ هل تمتلئ بمبادئ العالم؟ مش فاضي لعالم الروح؟ روح القدس كله بيتكلم عن عالم الروح، روح القدس كله بيتكلم عن مبادئ. إن عشت بيها يمكنك أن تحبس أمور في إيديك، زي ما داود قال، يحبسك الرب في يدي. لا ترى الأمور بصورة بشرية، لا تستسلم للعيان أن يفرض نفسه عليك، لا تستسلم للمشاعر السلبية، لا تستسلم للظروف ولا الأعراض السلبية لتفرض أنت قوة روح القدس على الموقف. كتاب يتكلم عن القوة خرجت من يسوع، شعر بقوة خرجت من نفسه، من جسمه، في قوة خرجت منه. يمكنك أن تسحب قوة من روح القدس اللي في داخلك. يسوع صار في داخلك، لا تحتاج أن يعبر إليك ويعينك. كف عن هذه الصلوات، قل أشكرك أنت في داخلي. انتبه لروح القدس اللي في داخلك ليكن
لديك إدراك بروح القدس اللي في داخلك. سمعنا كتير لفظ الملء بروح القدس، نحتاج أن نحيا إدراكه ونفهمه، ولا نحيا فقط بمسميات لا نعلم معانيها بالكامل. روح القدس يشبع حياتك، يكون كالندى يسقيك، يعطيك الثمر، يعطيك القدرة على الإثمار والنتيجة. أنت منتج لأن في داخلك روح القدس. اقبل تصليحاته، اقبل توجيهاته، أنت مثمر. لا تسير بالعيان، لا تسير باللي بتشوفه أو بتسمعه، امشي بحسب ما تقوله كلمة. صر على هذه الصورة جواك، امتلئ بهذه الصورة جواك، امتلئ بهذا التخيل في داخلك حتى تغير تلك الصورة عينها كونك بتنظر إليها. ثبت نظرك على الكلمة وما تقوله عنك فتحيا فيها وبها. هذا هو ملء الروح، أن تكلم نفسك. وانت بتكلم نفسك انت بتمتلي بالروح. أنا الذي في أعظم الذي في العالم، الذي في أضخم الذي في العالم، الذي في أعظم أقوى أشطر وأزكى من الذي في العالم، أحكم الذي في العالم. أنا في حكمة الله، أنا في قوة الله، أنا بعرف أتصرف في كل موقف، بعرف أتعامل مع كل موقف، مع كل شخصية. لا يقف إنسان أمام وجه كل أيام حياتي، لا يقف موقف أمام وجه كل أيام حياتي. أنا في داخل الروح القدس، أنا ممتلئ بالروح القدس، أنا مشحون بالروح القدس، مشحونين صلاح، مملوئين علم، قادرين أن تنذروا بعضكم بعضا، قادر أن تساعد آخرين، قادر أن تحفز آخرين. في داخلك التحفيز كله. هللويا، أنت لديك أن تعطي، أنت لديك أن تعطي. أعبد بكل قلبك. هللويا. أنا خليقة جديدة، مخلوق جديد، القديم انتهى، اتولدت من جديد. أنا أعظم من منتصر، دي هوي. يسهر على حياتك، هو يعطي بسخاء، هو دايما بيعطي ويعطي بلا معيار. فقط انتبه إليه. ملأك وأن تنتبه بإدراك ووعي بشخص الروح القدس. لا تنتبه للتشكيكات ولا نوبات التوبة الكثيرة
اللي فيها عمال تتوب والأمر ليس خطية بل جست احتياطي بتتوب. الإدانة اللي عمالة تخرم فيك وتطعن عليك لا تقبلها. ركز بتكلم إلى أشخاص بيعانوا من هذا الأمر. هذا ليس الروح القدس، رغم أنها تبدو أنها توبة لكن هي إدانة، هي محاولة إحباطك وتنزيلك. كيف تواجه هذه السهام الشريرة الملتهبة عبر إيمانك؟ ادرس موضوع البر وافهم، لا تقبل الطعن ولا التشكيكات ولا تقبل أفكار العمالة تيجي على ذهنك أنك أنت قليل، أنك أنت مش بتعمل حاجة الصح، ويوم ما بتعملها مش بتعملها بالكامل. هذه الأفكار لا تقبلها، روح القدس لا يتكلم بهذه الصورة. روح القدس ركز بياخدك إلى حالة من إدراك الطبيعة الإلهية لجواك، لأنه بيعلي شأن يسوع في نظرك. يمجده، كلمة يمجده أي يجعله أعلى في نظرك. يسوع وضع طبيعته فيك، أنت الآن لديك طبيعة إلهية، أنت لست إنسان عادي. لا تقبل هذه الشكوكات، هللويا. ما يسير الآن، ما ما بيحصل دلوقتي في جسمك، دور الروح القدس من ما تشعر به من بعض زبزبات الكهرباء، انه بيشفي هذه المناطق اللي كانت مريضة في جسدك. قوة الروح القدس سواء تشعر بها او لا تشعر، الان بيحدث، الان بيتم عدل هذا الشيء اللي كان معوج في جسدك، ويصير جلدك سليم وصحيح من هذه اللحظة. وجد أمراض قلب الآن بتشفى، تجد راحة وكأنك قادر تاخد نفسك بصورة سلسة. لا تصنع اضطراب بسبب ثانوية عامة، املأ البيت بالثقة والإيمان، املأ البيت بتاعك وبتاعك بالثقة والإيمان. لا تضطرب قلوبكم، لا تتعامل مع الأمر وكأنك الحاجة دي أعلى منك، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. لا تباتي مديونة لأحد. روح القدس بيجعلك إزاي تتعاملي مع الفلوس الوقت الجاي وتسددي هذه الديون. قوة روح القدس على الماليات بتاعتك، هللويا. وجد ملائكة بتعمل لكل الإجراءات اللي المفروض تتعمل، اللي أنت شغال فيها لا تحدث بالكد والاجتهاد ولا عرق، بل روح القدس هيساعدك انك تعملها بسلاسة. كل اوراق دي بتخلص بقوة روح القدس. استفيد واستفيد من روح القدس اللي جواك. بجوار اللي انا بقوله دلوقتي، بقيادة رب لحياتك ولحياتك، يوجد كلمات روح القدس بيقولها لك، اسمعها وعملها. روح القدس بيقودك وبيقودك. كنت لسه مش عارف تسمع، ده لأنك لسه مش أخذ الكلمة بكفاية جواك. الكلمة هي اللي تساعدك أنك تستمع لصوت روح القدس بصورة واضحة. ونشكرك جدا لأنك إله حي ليس مثلك، ليس مثلك، أنت عظيم، هللويا. نحبك، أنت الإله الحي، الأرض كلها ملكك، المسكونة كلها ملكك والساكنين فيها، هللويا. أشكرك لأن قدرتك وضعت في أولادك الآن يسير بها، لا يتعبون ولا يعيون بل بقوة روح القدس
يسيروا. طالب الرب يجددون قوة. هللويا. يرفعون أجنحة كالنسور. يمشون ولا يتعبون. هللويا. شكرا ليك في اسم يسوع. آمين. نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.